أعلنت وزارة الصحة أن المملكة أن المملكة شكلت تحالفا علميا تقنيا للوصول إلى علاج مناعي ولقاح ضد فيروس كورونا. ويضم التحالف الذي تقوده وزارة الصحة خبراء منظمة الصحة العالمية ومعهد الأبحاث الصحية الأمريكي ومعهد أيضا التطعيمات الدولي وبعض الشركات المهتمة في تصنيع اللقاحات. في البداية نتابع هذا التقرير ثم نعود للنقاش. يعتبر خبر الإصابة بفيروس كورونا خبرا عاديا يتلقاه السعودي بشكل شبه يومي في الصحف المحلية، وذلك لتكرار خبر الإصابة به أو الاشتباه في جميع مناطق المملكة، بالرغم من الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في التوعية ومقاومة هذا المرض، إلا أن المواطن يتساءل لماذا لم يتم القضاء على هذا المرض الوبائي والذي امتد لأكثر من 3 سنوات. وأكثر ما أثار العديد من علامات الاستفهام لدى المواطنين إعلان بعض الدول تخلصها من هذا الفيروس في فترة وجيزة، مثل كوريا الجنوبية والتي أعلنت عن انتهاء الخطر الفعلي لفيروس كورونا فيما يقارب 3 أشهر. يذكر أن البعثة الصحية التابعة لمنظمة الصحة العالمية والتي زارت المملكة في فبراير الماضي قد أعلنت عن عدد المصابين بفيروس كورونا في السعودية، والذي وصل عددهم إلى 899 حالة، توفي منها 382 منذ التعرف على المرض عام 2012. وعند حديثنا عن الأمراض الوبائية، فإن مرض أنفلونزا الخنازير عاد من جديد وسجل في الفترات الأخيرة العديد من الإصابات في مختلف مناطق المملكة، واتهم بعض شركات التنظيف في المستشفيات الحكومية بأنها أحد أبرز الأسباب في انتشار عدوى الفيروسات الموسمية، وذلك لعدم التزامها بالتعقيم اليومي للمستشفيات. لمناقشة هذا الملف وملفات عديدة عن وزارة الصحة مرتبطة بهذا الموضوع تحديدا، ينضم معي في الاستوديو مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالمنشآت الصحية الدكتور هايل العبدلي. أهلا وسهلا بك دكتور هايل. أهلا وسهلا، شكرا لحضورك. إلى ماذا يستهدف هذا التحالف؟ كيف تم تكوينه وما الجديد الذي سيقدم؟ كما تعلم يعني فيروس كورونا 80% من الحالات مسجلة في المملكة، فمن الطبيعي أن المملكة يعني تكون رائدة وقيادية في التوجه إلى إيجاد سواء لقاح أو مصل أو علاج للفيروس، خصوصا أنه يعني نسبة الوفيات أيضا عالية حوالي 43%. ولذلك يعني بحثت الوزارة فيما يعني يحدث في مجال البحوث على الجزئيتين اللي هو المصل والعلاج، فوجدنا يعني مراكز متفرقة تعمل يعني بحوث مختلفة، بعضها على الحيوانات بعضها على الخلايا، متفرقة ليس بينها رابط. معالي الوزير كان في زيارة الولايات المتحدة قبل فترة، وزار الناشونال انستيتيوت اوف هيلث اللي هي هيئة الصحة الوطنية الأمريكية، فكان من النقاش انه لماذا لا تتوحد الجهود ويعني نجمع جميع المختصين والمهتمين في مجال إيجاد علاج أو مصل لكورونا تحت منظومة واحدة وتكون بـ يعني ريادة سعودية. فتم الترتيب لهذا، وإن شاء الله في يوم 14 و15 الشهر الحالي نوفمبر سيكون هناك لقاء علمي موسع بين كل الباحثين في هذا المجال، والهدف واضح طبعا، نبحث عن إما لقاح أو علاج أو كلاهما يعني. نعم. طيب يعني ماذا عن كوريا؟ كوريا أعلنت أنها انهت الموضوع بسرعة في دول ثانية، احنا ليش إلى الآن ما لا زالت المشكلة قائمة؟ نعم طبعا، عادة العدوى تبدأ بمصدر من الكوميونتي أو من المجتمع. نعم. يدخل إلى مستشفى ويسبب يعني تفشي في مستشفى أو أكثر من مستشفى، وهذا حصل عندنا بالذات في 2014 ومؤخرا أيضا في جدة وفي الرياض. نعم. وانتهى التفشي وانتهى الوباء، الآن لا نسجل إلا حالات متفرقة مصدرها المجتمع. في كوريا ما عندهم المصدر الأولي، فعندما أنهوا التفشي في المستشفيات اختفى. إحنا المصدر الأولي وش هو؟
احنا لسه مصرين ان البعارين نعم الأدلة كل يعني بحث يأتي باتجاه تقوية الدليل على ان الجمال هي مصدر رئيسي للفيروس. الفيروس يعني استخرج من الافرازات التنفسية للجمال. طيب زرع ايضا منها. هل هؤلاء اللي معها واللي ما جاهم شيء يقولون؟ الا احنا عندنا من الحالات الاوليه 20% مخالطين للجمال. طيب في ناس مخالطين بس ما جاهم شيء. طبعا لانها لو تلاحظ 3 سنوات الان وعدد الحالات 1270، فهذا يعتبر قليل على مده تستغرق اكثر من 3 سنوات. هذا يؤكد ان انتقاله ليس فعالا حتى بين المصدر الحيواني اللي نعتقد انه الجمال والبشر. ونعتقد أيضا أن كثير من الناس لا تظهر عليهم أعراض، ربما يكون كإنفلونزا بسيطة أو حتى بدون عرض. نعم. لكن ممكن يفرز الفيروس في إفرازاته التنفسية أو وممكن تكون على الأسطح وينقلها إلى مريض معرض، شخص معرض تظهر عليه الأعراض. نعم. وهذا اللي نكتشفه يعني. نعم دكتور، فيه نشر في صحيفة عكاظ تعرض 3 معلمات في أبها اللي أصابة بإنفلونزا الخنازير. نعم. هل تأكدتوا من ذلك؟ في نفس الوقت لا زالت مثلا يعني إنفلونزا الخنازير موجودة؟ أيوة، أنا أبغى أوضح هذه لأننا تقريبا إحنا أكثر مجتمع نتكلم عن إنفلونزا الخنازير بالاسم أو H1N1 بالاسم. فيروس الإنفلونزا عندما يأتي فيروس جديد في البداية يكون جديد للإنسان، فخطر ممكن يكون كبير، ممكن يكون كبير وممكن يؤدي إلى وفيات كثيرة وحدثت في أوبئة كثيرة. لكن بعد كم سنة الفيروس هذا خلاص بدأ ينتشر بين البشر، صار فيروس موسمي، يعني موجود مثل أي فيروس إنفلونزا آخر. ولذلك احنا ما ننظر له أنه إنفلونزا الخنازير أو H1N1، هو إنفلونزا موسمية. الآن في 2009 لما بدأ لا كان الوضع مختلف، هذا فيروس جديد لم يراه الإنسان من قبل، احتمال يسبب مشاكل كبيرة، ولكن لله الحمد لم يحدث الشيء هذا. يعني نسبة الوفيات فرضا السنة هذه من الإنفلونزا الخنازير مثل ما نقول نسميها الحين إنفلونزا موسمية. نعم. 1.3. طيب. هي مقارنة مع 43% الكورونا، طبعا الفرق شاسع. نعم. لكن قدرته على الانتقال بين البشر إنفلونزا أعلى من كورونا، حوالي 5 أضعاف. طيب ماذا عن حمى الظنك؟ طبعا حمى الظنك مرتبطة بمصدر يعني حشري اللي هو البعوضة، فمتى ما كانت البعوضة موجودة وفيها الفيروس حمى الظنك ممكن يعني ينتقل إلى الإنسان، وهذا يعتمد السيطرة عليه يعتمد على جهود متضافرة متنوعة، يعني تشمل البلديات بشكل أساسي، رش المبيدات، وأيضا تشمل علاج الناس. طبعا أيضا نسبة الوفيات قليلة جدا في الظنك. طيب دكتور، أخيرا هذا التحالف عشان نرجع للصلب، خلاص يعني بدأت العمل فيه؟ إن شاء الله الاجتماع قادم خلال أسبوعين يوم 14 و15 في الرياض هنا. عدد كبير جدا من العلماء في هذا المجال يعني يكونون في على طاولة واحدة تقريبا، وستقدم كل البحوث والأشياء المستجدة، ومن ثم في اجتماعات بينية تحدد الخطوة القادمة. أنا أشكرك دكتور هايل العبدلي، طبعا مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالمنشآت الصحية، شكرا يعني على حضورك معنا، وإن شاء الله نلتقيك مستقبلا في ملفات يعني إيجابية أكثر ما فيها فيروسات إن شاء الله. فاصل ونعود لكم بعد قليل في ملف آخر.